الله يرضى عليك يا فضة صالحي نورة، من شاني ومشان أخوك يا رشاد. بكرة بيرجع من السفر بلاقيكم متزعلين، بيقوم بيزعل منك. لورا بتضل مرته يا بنتي. إذا رشاد بده يزعل مني لهالسبب فأنا مو فرقانة معي. لا يا بنتي لا، أنا بعرفك أعقل من هيك بكتير. شو بدك يعني كل أهل البيت يكونوا زعلانين منك؟ ما بيكفي أبوك يزعلان منك من كل قلبه ويا خوفي ليطول لحتى يرضى عنك؟ أنا ما عملت له شي ولا عملت للورا شي، هي اللي عملت كل هالشي بهالبيت وطفشت بشير منه. فضة الله يرضى عليكي، ما بدنا نرجع على القصص القديمة ونفتح سيرتها. بنتي انسيها انسيها وخلينا نفكر كيف بدنا نرجع حياة البيت مثل ما كانت بالأول. ما رح ترجع يا أمي، طالما لورا موجودة بهالبيت ما رح نشوف السعادة أبدا. إذا كان مشان أخوك بشير وأبوكي، بكرة لما بيجي القنصل بزيارة لهون أنا بترجى وبطلب منه أنه يتدخل بالصلح بين أبوكي وأخوكي. كلمة القنصل عند أبوكي ما بتنزل على الأرض كلمة. طبعا مو صاروا نسايب؟ لا يا بنتي لا، أبوكي والقنصل طول عمرهم أصحاب حتى قبل ما يصيروا نسايب. بعدين لما بجيب سيرة أبوكي قدامك ما بسمح لك تحكي عنه بهالطريقة. أنا ما عم بحكي عن أبي يا أمي، أنا عم بحكي عن القنصل. إذا بدنا نخليه يتدخل بكل شيء بكرة إذا بدنا ننام بدنا نطلب الإذن منه. بصمتوا على السند رسلان؟ مات قبل ما يبصم يا آغا. وين السند؟ هاي السند يا آغا، وتفضل هاي. شو هاي؟ إصبعة الغزالات يا آغا. شو بدي ساوي فيها؟ هذا الباهم اليسار اللي لازم يبصم على السند يا آغا. قصمة على السند وحط الشهود. أمرك يا آغا. مبروك يا لورا، غالية غالية يا لورا غالية. فياض، برأيك ليش عابد آغا قتلوا الغزلات؟ مثل ما سمعت يا آغا، رفض يبيعوا الأرض اللي وهبوا إياها الباشا وقتلوا واحد من رجاله. وشو بده من هيك أرض؟ عابد آغا ناقصه هيك أرض؟ في شي بالقصة مو مفهوم. مثل شو يعني؟ تتذكر يا آغا إنه عابد آغا حمى منك الغزالات بيوم من الأيام؟ المفروض ما يفرط فيه بسهولة لو ما كان في ورا الأرض شغلة مهمة. فياض، فينا نعمل من قتل الغزالات قصة ونشد فيها عابد آغا من دانو؟ القصة مثل ما هي هلأ ما بتحرز يا آغا. خير يا ست؟ برهان آغا موجود؟ ضيق إذا بتريدي. لازم منك يا آغا. شو في رجوح؟ في ست طالبة تشوف حضرتك. ست؟ مين هالست وشو اسمها؟ ما قالت يا آغا. خليها تدخل. حاضر يا آغا. بالإذن منك يا آغا. شو في فياض؟ رح فوت رتب لك الصالون. لا، رح استقبلها هون وانت خليك معي لنشوف مين هالست وشو بدها. تفضل يا ست.
أهلا يا ست. أهلا برهان آغا، أنا اسمي هبة. أهلا يا ست هبة. أخي سهيل. أهلا سهيل أفندي. أهلين آغا. تفضلي ست هبة، تفضلي 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 لهون تفضلي. يلا ولا جميل، اطلع من هون روح تفون ابوك وتعلم انه اللي بيكسر كلمه الاغ هي اخرته. يلا ما عملك هاي المراجل مو هون، فهمت؟ سته برا يا شاب. وهي خدمه عصبتك مشانها يا اغا، تعطيني اذن من فتح المطعم وتحطني تحت حمايتك بالمستقبل. بتعرف يا اغا الدنيا هون؟ بعرف يا ست هبه بعرف، الدنيا هون ما فيها امان لشيء. ويكون بعلمك يا اغا اللي شجعني اجي لهون واطلب هالطلب من حضرتك هي شهامتك اللي بيحكوا عنها كل الناس. انت وصلتي يا ست هبه وطلبك مجاب، انا رح اعطيك الاذن بفتح المطعم، واعتبري حالك من هاللحظه انت تحت حمايتي، واللي بيقرب صوبك بيقرب صوبي، وانا سامح لك تضربي بسيفي بحضوري وبغيابي. أنا بتشكرك كتير يا آغا لأنك ما خيبت ظني فيك، بس اسمح لي أسألك سؤال واحد بس. تفضلي اسأليني يا ست هبة. بعد ما أخذت إذن من حضرتك بفتح المطعم في داعي أخذ إذن من عابد آغا؟ اللي بيصير له يشرب من رأس النبع ما بيدور على الساقية يا ست هبة. أنا بتشكرك كتير مرة تانية، اسمح لي أنا لازم أمشي. يا ريت تبي عنا ضيفة يا ست هبة. شكرا لك، أشغال كثيرة ولازم أمشي، عن إذنك. مع السلامة. شكرا يا برهان آغا. شو رأيك يا آغا؟ بتطير العقل. شوف شغلك. استناني شوي. فضة انت كيف بتجي لهون؟ ابوكي اذا خبر بيعمل لك قصة. من شانك يا اخي مستعد خاطر بحياتي، بعدين جيت اطمن عليك جبت لك معي هدول. بشير كرمالي خدهم، خدهم ودبر حالك فيه لبين ما ترجع كرمالي. اخوك رشاد ما في اخبار عنه؟ ما بيبعت مكاتيب الا للورا، وعلى فكره ما بتقراهم، بتنتفهم وبتكبهم بزباله قبل ما تقرا حرف واحد منهم. تعي معي شوي. انت لازم ترجعي على البيت. سلمي لي على امي وطمنيها، قولي لها انه بشير بخير. فضة لهون لبقى تجي، أنا إذا بدي شي ببعث لك خبر. حاضر. بشير دير بالك على حالك، وشك كتير تعبان. لا تخافي أختي لا تخافي، الله معك. دردور تفضل. آغا هاي الأغراض.
غالية يا لورا، غالية. ست هبة، كنت مفكرة بحياتي كلها ما رح لاقيك، مشان هيك أنا مبسوطة كتير. خير يا ست، شو جاي تعملي هون؟ كنت جاي مشان شغلي، بس بعد ما شفتك ما بقى بدي شي. أمري يا ست هبة، أمري، أنا بخدمتك. بدي أخدك معي لعيونك، وأنا جاهز. ناطرتك، جاهز حالك. دقيقة شوي. واجه جاويد، انا رايح. لوين رايح سعدو؟ عندي شغل ضروري ولازم اروح. شو هالشغل الضروري بخليك تقطع السياره من النص وتطلع؟ بقول لك شغل مهم كثير ولازم اروح مشانه. حط ببالك سعدو، اذا اليوم تطلع برات المحل علي الطلاق مالك فوتي عليها. اصلا انا ما عاد بدي ارجع لهون، ويا ريت من بكره اجيب واحد ثاني. عن اذنك. ايه شو عليه؟ تفضل يا سيدي. شو هالبنت الحلوة دردور؟ هي أحلى بنت بشوفها بحياتي. أنا عم بحلم شيء. لا حقيقة، لا حلم ولا سكر، وبالعلامة طلع سعده معها والتعن الخواجة جاويد بالصرماية. This is the greatest thing you have offered to me, Laura. Are you happy now? More than happy. The coming days will bring for us a new life. Why do you sleep so dear? I'll wake you tomorrow.
وبعد ما فرطت الفرقة ما شفت يوم حلو بحياتي. كنت عايش على أمل واحد بس إنه التقي فيك. ولما سألت ست هبة عنك وقالت لي هلا بتشوفها كنت أسعد إنسان بالدنيا. وأنا انبسطت كتير لما شفتك. شفتك ذكرتني بأمي وأبي، ذكرتني بالأيام اللي قضيناها سوا بحلوة وبمرة. لالي إحنا كبرنا ولازم نتزوج. أنا إذا ما تزوجتك مستحيل أتزوج غيرك. أنت ما خليتني خلص كلامي. طبعا موافقة يا سعدو، بس عشرت توافق الست هبة. طبعا طبعا لازم توافق. بتحبي تقولي لها أنت ولا إلا أنا؟ أنا بقول لها، بس خلينا نستنى شوي، يعني لبين ما نكون استقرينا أكتر وتكون أعصاب الست هبة هديت، لأنه لسه متوترة. ماشي مثل ما بدك. خير استاذ؟ صرفت التلاميذ؟ شو مريض؟ لا ماني مريض دردور، تعبان شوي. وانت كمان فيك تروح على بيتك، ماني محتاجك اليوم. طيب استاذ، الاكل جاهز وما بده الا تسخين. شو اخباره بشير اغا؟ صار لي مده ما شفته. منيح، منيح بشير اغا. عرفت ليش متخانق هو وابوه تارك البيت؟ لا والله يا استاذ، هو ما قال لي وانا ما سالته. طيب اذا شفته سلم لي عليه وقول له الاستاذ بيري مشتاق لك وبده يشوفك. امرك استاذ، بس دير بالك على صحتك. خاطرك. انا ما بعرف انت ليش زعلانه مني، ولا رح اسالك شو السبب. هذا موضوع بخصك. اول شيء كنت مفكره انه رح نكون رفقات، بس الظاهر تحولنا لاعداء وانا بجهل السبب. بس بدي اطلب منك انه ما نظهر هالعداوه قدام الاخرين، اذا قدرتي تنفذي لي هالرغبه. بالنهايه انت حره. غير حان الجاويد ما؟ ايه منين عرفتوه؟ كل الناس عم تحكي عنه يا اغا، قلت لحالي بجيبك لهون مفاجأة. عرفت مين صاحبه؟ لا يا اغا. اهلا وسهلا بالشباب. بشير اغا. اهلا يا اغا. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. تفضل اغا. في ناس اليوم تحت، كل يوم عم بيكون في ناس أكتر من اليوم اللي قبله. لنشوف مين تعيس الحظ اللي بده يوقع أول شيء. طلعت على الزعرورة يا عيني، طلعت
جبروه على بيع الأرض بعد ما بصموه بباهمه المقطوع. وأنا أول شي عملته بعد ما دفنت أبي إني جمعتكن لحتى أحكي لكن هالقصة. ولا شو مفكر تعمل جميل؟ مثل كل الناس اللي بموتوا أباءهم ظلم بينتقموا من اللي قتلوهم. يعني ناوي تقتل عبد أغا مثل ما قتل أبوه؟ لك مثل ما قتله بالضبط. بدي خلي دمه يصفى نقطة نقطة وبس يوصل للحظة الموت بدي أدفشه برجلي. طيب جميل، نحن شو فينا نساعدك بهيك موضوع؟ ما حدا فيه يساعدني لاني بعرف كيف بدي اقتل عابد اغا الكلب ولوحدي وامتى. انا جمعتكم لحتى اخبركم انه بدي ارجع ارضي حتى لو اضطريت اني اسرق وانهب واقتل واقطع طرق. لا رح اوفر لا اغوات ولا انجليز، وكل شيء اخذوه بالظلم بدي رجعه بالقوه وبدي وزعه على الناس المظلومين. يا شباب طريقي هاي بتساع اكثر من شخص، اذا حبيتوا ترافقوني انا ناطركن. ما رح اغير الكون بس على القليل خلونا نقهر اعدائنا، واذا متنا يتذكرونا الناس ويترحموا علينا بعد 100 سنة. انا معك جميل من هلا وما في داعي تنتظرني. وانا معك، وانا عمري ما حلمت الا اني اموت وانا مغطى بدم اعدائي. شو قلت لي اسمها؟ رسلان. اسمها الست هبه يا اغا. وعم يروحوا الناس على المطعم رسلان؟ المطعم عبى ناس يا اغا بالليل وبالنهار. برايك رسلان هي صاحبه المطعم ما بتعرف انه ممنوع ينفتح مطعم هون الا باذني؟ ما بعرف يا اغا. رسلان. نعم يا اغا. جيب لي اياها لهون رسلان. لمين يا اغا؟ كمان. ولك يا حمار نحن عن مين كنا عم نحكي؟ عن ست هبة يا اغا. هي هي يا غبي، روح جيب لي اياها. حاضر يا اغا. يلا. ونحن هون كلنا اخوه واهل ومنحب بعضنا، عشان هيك بدي اياكم تحضروا حالكم لاول عرس بنقام بهالمطعم. لتنين بيحبوا بعضهم ولازم نفرح فيهم. مين هنن يا ست؟ لتنين لولا هالمطعم كان صعب يلتقوا، انت وساعده. وكيف عرفتي؟ من عيونك. شكرا، شكرا لك يا ست، شكرا للطفك وكرمك. وهلأ بتسمحي لنا ننزل على السوق أنا ولالي مشان نجهز حالنا؟ طبعا. شكرا. لوين رايح يا أخ؟ جاي على المطعم. ممنوع الدخل بسلاح المطعم. أنا من رجال عابد أغا. مين ما كنت تكون، هي تعليمات المحل وبدك تنفذها. وين بدي روح بسلاحي؟ انت وطالع بتاخذ سلاحك معك. وهلا شو بتريد؟ انا جاي من طرف عابد اغا وبدي اشوف الست هبه صاحبه المطعم. سهيل. نعم يا ست. خليه يجي. حضرتك الست هبه؟ انا الست هبه. شو بتريد؟ عابد اغا حابب يشوفك عنده بالمضافه. تفضلي معي. انت شو اسمك؟ رسلان. لكن اسمع منيح يا رسلان، بتروح لعند عابد اغا تبعك وبتقله الست هبه صاحبه المطعم بتسلم عليك وبتقلك هي ما بتطلع من مطعمها بامر من حدا، واذا حدا بده اياها هو اللي بيجي لعندها. وما تنسى تقله كمان اذا بده يجي انه ما يجيب سلاحه معه مشان ما يصير فيه مثل اللي صار فيك. رسلان ما تنسى سلاحك وانت طالع. Thank you.
يلا دردور جاهز حالك، بدنا نمشي. لوين يا ميسر؟ شو لوين؟ على المطعم بدنا نتغدى. اغا عندي كلمتين حابك تسمعهم. لا اشتك جد ولا دردور، قول شو في. اغا انا بعرف شعورك منيح تجاه الستيبة. عمري ما شفتك صافن وشارد وسهران للصبح الا بعد ما تعرفت عليها، يعني لاول مره بتفكر بهيك موضوع عن جد. يا اغا لازم تغير اسلوبك القديم. امبارح كنا سهرانين بالمطعم، ما في داعي نروح اليوم. خليك تقيل يا اغا مشان الست هبه ما تظن انك وقعت بغرامه مثل ما بتوقع الدبانه بصحن الدبس. برايك بكير هلا اروحها؟ رايي انا هالروحه بلاها من اصله اليوم. انا حبيتها يا دردور، حبيتها. بعرف يا اغا بعرف. هيك يا اغا حرف بحرف. وين الشاب؟ وين وهيب؟ نحن هون اغا. جمعوا رجالكم وكونوا بالليل جاهزين. امرك اغا. برا يا ست مو طبيعي، عابد اغا ورجاله محاصرين المطعم. لا تخاف سهيل، ما راح يصير شيء. امشي معي. نعم يا اغا. نزيل قل لهم يطلعوا من المطعم ولا بحرقوا باللي فيه. امرك يا اغا. ولا خطوه واحده لقدام رسلان. اي خطوه بتقطيها لقدام الرصاصه الجايه رح تكون بين عيون عابد اغا. عابد اغا انت محاصر من كل الجهات. القتال ما هو من مصلحتك، لأنه معي أمر أول رصاصة تكون طالعة من باروتي
تكون جوا جلدك. برهان اغا ببلغك وبيقول لك الست هبه صاحبه المطعم بحمايته اليوم وبكره وكل يوم، واي ضرر بيصيب المطعم او صاحبته منك او من غيرك راح تكون انت المسؤول قدامه، وحسابه راح يكون لك عسير. رجع لضيعتك عابد اغا، ونصيحه من برهان اغا انك ما تنسى هالتهديد لحظه واحده منشان ما تندم عليه طول حياتك. طيب يا فياض بسلان. امرك يا اغا. تعال. امرك يا اغا. لا. الحقوني يا رجال. أنا انهنت إهانة ما بعد عفانة، تمنيت ساعتها الأرض تنشق وتبلعني، لكن أنا عبد آغا يصير معي هيك؟ طول بالك يا آغا وخلينا نعرف كيف نفكر. هي الإهانة مو موجهة إلك وبس، هي الإهانة موجهة إلي كمان. أنا بعرف كيف برهان آغا بيفكر. اللي عمله هلا هو هديته إنه بمناسبة زواج لورا ورشاد، ولو إنه أجت هدية متأخرة شوي. حبي إنه من خلالها إنه قرابتنا ما راح تغير بالوضع أي شيء. لا أنا قادر خوفه ولا أنت راح تقوى فيني. هي أنا هديت يا سعادة القصر. برأي حضرتك شو الحل؟ الآن ما في غير حل وحيد ويمكن ما يعجبك. وشو هو؟ نسكر على الحادثة ونهادنه لفترة مؤقتة. يعني اسكت على هذا الذل اللي صابني؟ لا يا أخي لا تفهمني غلط. أنا عم أقول نسكر على الحادثة وما عم أقول إنه ننساها. رجاء افهمني يا أخي، الظروف ما بتسمح بهيك نوع من الصراعات المحلية، لأنه كل الأطراف راح تكون خسرانة. لا تؤاخذني يا سعادة القنصل، أرجوك لا تؤاخذني. أنت ما أنك حاسس بالنار اللي عم تغلي جوات قلبي. بالعكس، لأني حاسس فيك عم اقترح عليك هالاقتراح، لأنه اللي بيهمني طلع هالنار اللي جواك واحرق فيه عدونا برهان اغا بدل ما تحرقك. وهلا شو لازم نتصرف يا سعادة القنصل؟ اتركني اتصرف على راحتي. انا ما راح ردلك الاهانه وبس، انا ساعمل على جعلك الزعيم الوحيد بالمنطقه، بحيث لن يجرؤ احد على توجيه الاهانه الك تحت اي ظرف من الظروف. تصرف يا سعادة القنصل، ارجوك تصرف. اوكي يا عبد اغا. السلام عليكم. We'll be right back.
شو ما عرفني بشير آغا؟ وشك مو غريب عني. أنا لالي، كنت أشتغل خادمة ببيت القنصل الإنجليزي وزرناكم بالبيت. مزبوط، ذكرتك. كيفك لالي وشو عم تعملي هون؟ هلأ صرت عند الست هبة، وأي خدمة تطلبها تكرم عينك. لا لا شكرا، ما بدي شي.